للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة. نرحب بك في نشرة الأخبار ونهنئكم بهذه الإنجازات المتواصلة. ماذا يمثل لكم حصول الجواز البحريني الإلكتروني على عدد كبير من الجوائز؟ شكرا على الاستضافة. ويعد حصول الجواز الإلكتروني البحريني على جوائز مرموقة وآخرها جائزة الإف ديزاين إنجازا هاما ومصدرا للفخر والاعتزاز. ويعكس هذا الإنجاز التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. ولا يفوتني أن نشكر فريق عمل شؤون الجنسية والجوازات والذي كان متميزا ومتعاونا ومخلصا، وكذلك خبراء التصميم المحليين والعالميين الذي شاركوا في إخراج هذا الجواز بالصورة التي نراها اليوم عليه. كم عدد النسخ المطبوعة حتى الآن من الجواز، وكيف تصف الإقبال من قبل المواطنين؟ الشيخ سعادة الشيخ هشام. تم طباعة أكثر من 130 ألف جواز سفر إلكتروني حتى الآن، ويظهر الإقبال الكبير من المواطنين على تجديد واستبدال جوازات سفرهم، وذلك بسبب التصميم الجميل للجواز والسمات الأمنية العالية التي به، والتي تسهل عليهم التنقل والسفر في جميع أنحاء العالم. إذن سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، شكرا جزيلا لك.